بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 68 من دروس تفسير سورة آل عمران للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات 61، 62، 63 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقد وقفنا عند تفسير قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، حيث يقول الإمام قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فيه وجهان. الأول، وهو قول أكثر المفسرين، إجراء هذه الآية على ظاهرها. الوجه الأول، وهذا قول أكثر المفسرين، أن نجري هذه الآية على ظاهرها. قالوا: وهي نظير قوله تعالى في مانعي الزكاة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء، فينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يمثل له ذلك الشيء في قعر جهنم، ثم يقال له: انزل إليه فخذه، فينزل إليه، فإذا انتهى إليه حمله على ظهره فلا يقبل منه. قال المحققون: والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته. الوجه الثاني أن يقال: ليس المقصود منه ظاهرة، بل المقصود تشديد الوعيد على سبيل التمثيل والتصوير. ونظيره قوله تعالى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فإنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر، بل المقصود إثبات أن الله تعالى لا يعزب عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فكذا هاهنا المقصود تشديد الوعيد. ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجهين. الأول، قال أبو مسلم، المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه، لأنه لا يخفى عليه خافية. والثاني، قال أبو القاسم الكعبي، المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء. يقول الإمام معقبا على قول أبي مسلم وقول أبي القاسم الكعبي: واعلم أن هذا التأويل يحتمل، إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه يجب إجراء اللفظ على الحقيقة إلا إذا قام دليل يمنع منه،
وها هنا لا مانع من هذا الظاهر فوجب إثباته. ثم قال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت. وفيه سؤالان، السؤال الأول هل لا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل بما قبله؟ يعني هل لا قيل ثم يوفى ليكون على نسق قوله ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم يوفى؟ فلماذا قال ثم توفى كل نفس ولم يقل ثم يوفى؟ والجواب الفائدة في ذكر هذا العموم، الفائدة في ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أنها هنا مجازيا يجازي كل أحد على عمله سواء كان خيرا أو شرا علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب. إذن إذا علم أنها هنا مجازيا يجازي كل واحد على عمله سواء أكان خيرا أم شرا تيقن وعلم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب. السؤال الثاني، المعتزلة يتمسكون بهذا في إثبات كون العبد فاعلا وفي إثبات وعيد الفساق. أما الأول فلأنه تعالى أثبت الجزاء على كسبه أي على كسب العبد، فلو كان كسبه خلقا لله تعالى لكان الله تعالى يجازيه على ما خلقه فيه. وأما الثاني فلأنه تعالى قال في القاتل المتعمد فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأثبت في هذه الآية أن كل عامل يصل إليه جزاؤه، فيحصل من مجموع الآيتين القطع بوعيد الفساق. والجواب أما سؤال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم، وقد قرره الإمام مرارا وتكرارا. وأما سؤال الوعيد فهذا العموم مخصوص في سورة التوبة، فكذلك يجب أن يكون مخصوصا في سورة العفو للدلائل الدالة على العفو، ومنها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال تعالى وهم لا يظلمون. قال القاضي عبد الجبار هذا يدل على أن الظلم ممكن في أفعال الله، وذلك بأن ينقص من الثواب أو يزيد في العقاب. قال ولا يتأتى ذلك إلا على قولنا أي على قول المعتزلة دون قول من يقول من المجبرة إن أي شيء فعله تعالى فهو عدل وحكمة لأنه المالك. والجواب أن نفي الظلم عنه عز وجل لا يدل على صحته عليه، كما أن قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لا يدل على صحتهما عليه. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 62 بعد 100، وهي قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقال اعلم أنه تعالى لما قال ثم توفى كل نفس ما كسبت أتبعه بتفصيل هذه الجملة، وبين أن جزاء المطيعين ما هو وجزاء المسيئين ما هو، فقال أفمن اتبع رضوان الله. وفي الآية مسائل، المسألة الأولى للمفسرين فيه وجوه. الأول أفمن اتبع رضوان الله في ترك الغلول كمن باء بسخط من الله في فعل الغلول، وهو قول الكلبي والضحاك. الثاني أفمن اتبع رضوان الله بالإيمان به والعمل بطاعته كمن باء بسخط من الله بالكفر به والاشتغال بمعصيته. الثالث أفمن اتبع رضوان الله وهم المهاجرون كمن باء بسخط من الله وهم المنافقون. الرابع قال الزجاج لما حمل المشركون على المسلمين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم إلى أن يحملوا على المشركين، ففعله بعضهم وتركه آخرون، فقال أفمن اتبع رضوان الله وهم الذين امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كمن باء بسخط من الله وهم الذين لم يقبلوا قوله.
وقال القاضي: كل واحد من هذه الوجوه صحيح، ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه، لأن اللفظ عام فوجب أن يتناول الكل، لأن كل من أقدم على الطاعة فهو داخل تحت قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، وكل من أخلد إلى متابعة النفس والشهوة فهو داخل تحت قوله: كمن باء بسخط من الله. أقصى ما في الباب أن الآية نازلة في واقعة معينة، لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل لأجل خصوص السبب، لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل لأجل خصوص السبب. المسألة الثانية: قوله أفمن اتبع، الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف. أفمن اتبع، الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أمن اتقى فاتبع رضوان الله، الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف والنية التقدم بها على الهمزة. ومذهب الزمخشري تقرير فعل بينهما، وقدره الإمام أمن اتقى فاتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. المسألة الثالثة: قوله باء بسخط أي احتمله ورجع به، وقد ذكرناه في سورة البقرة. المسألة الرابعة: قرأ عاصم في إحدى الروايتين عنه رضوان الله بضم الراء والباقون بالكسر. إذن هذه قراءة شعبة عن عاصم، أفمن اتبع رضوان الله، وقراءة حفص عن عاصم أفمن اتبع رضوان الله، وهي قراءة عامة القراء. والباقون بالكسر وهما مصدران، فالضم كالكفران، إذن الرضوان كالكفران والكسر كالحسبان، رضوان كحسبان. المسألة الخامسة: قوله ومأواه جهنم من صلة ما قبله، والتقدير كمن باء بسخط من الله وكان مأواه جهنم. وأما قوله وبئس المصير فمنقطع عما قبله، وهو كلام مبتدأ، كأنه لما ذكر جهنم أتبعه بذكر صفتها. قوله ومأواه جهنم في هذه الجملة احتمالان: الأول أن تكون مستأنفة، أخبر عز وجل أن من باء بسخط من الله فمكانه الذي يأوي إليه هو جهنم. الوجه الأول أو الاحتمال الأول أن تكون هذه الجملة مستأنفة، أخبر عز وجل أن من باء بسخط من الله فمكانه الذي يأوي إليه هو جهنم، وأفهم هذا أن مقابله وهو من اتبع رضوان الله مأواه الجنة، وإنما سكت عن هذا ونص على ذاك ليكون أبلغ في الزجر. ولا بد من حذف في هذه الجمل تقديره أفمن اتبع ما يؤول به إلى رضا الله فباء برضاه كمن اتبع ما يؤول به إلى سخطه فباء بسخطه. والثاني يحتمل أنها داخلة في حيز الموصول فتكون معطوفة على باء بسخط، فيكون قد وصل الموصول بجملتين، صلة الموصول هنا جملتان اسمية وفعلية. وعلى كلا الاحتمالين، يعني سواء أقلنا إن قوله ومأواه جهنم جملة مستأنفة، أو قلنا بأنها داخلة في حيز الموصول، لا محل لها من الإعراب. وعلى الاحتمال الثاني كان المعنى كمن باء بسخط من الله وآل إلى النار، كذا في البحر المحيط والدر المصون. المسألة السادسة: نظير هذه الآية قوله تعالى، يعني عدم التسوية بين المطيع والعاصي، هذه الآية دلت على أنه لا مساواة بين المطيع والعاصي، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. نظير هذه الآية في الدلالة على هذا الأمر قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
وقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. واحتج القوم بهذه الآية على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يدخل المطيعين في النار وأن يدخل المذنبين الجنة، وقالوا إنه تعالى ذكر ذلك على سبيل الاستبعاد، ولولا أنه ممتنع في العقول وإلا لما حسن هذا الاستبعاد. وأكد القفال ذلك فقال لا يجوز في الحكمة أن يسوى المسيء بالمحسن، فإن فيه إغراء بالمعاصي وإباحة لها وإهمالا للطاعات. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 63، وهي قوله تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، فقال فيها مسائل. المسألة الأولى تقدير الكلام لهم درجات عند الله، إلا أنه حسن هذا الحذف لأن اختلاف أعمالهم قد صيرهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها، كأن اختلاف أعمالهم اقتضى أن تختلف ذواتهم. إذن يقول حسن هذا الحذف لأن اختلاف أعمالهم قد صيرهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها، فكان هذا المجاز أبلغ في الحقيقة، كان هذا المجاز أبلغ في الحقيقة. والحكماء يقولون إن النفوس الإنسانية مختلفة بالماهية والحقيقة، فبعضها ذكية وبعضها بليدة، وبعضها مشرقة نورانية وبعضها كدرة ظلمانية، وبعضها خيرة وبعضها نذلة. واختلاف هذه الصفات ليس لاختلاف الأمزجة البدنية بل لاختلاف ماهيات النفوس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وقال الأرواح جنود مجندة. وإذا كان كذلك ثبت أن الناس في أنفسهم درجات لا أن لهم درجات. يقول أبو حيان هم درجات، قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري لكل درجات من الجنة والنار. إذن قال معنى هم درجات أي لكل درجات من الجنة والنار. وقال الرازي تقديره لهم درجات. إذن أبو حيان ينقل كلام الإمام. ثم عقب أبو حيان على كلام الإمام فقال حذف لام الجر هنا لا مساغ له، لأنه إنما تحذف لام الجر في مواضع الضرورة أو لكثرة الاستعمال، وهذا ليس من تلك المواضع، على أن المعنى دون حذفها حسن متمكن جدا، لأنه لما قال أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، فكأنه منتظر للجواب، فقيل له في الجواب لا ليسوا سواء بل هم درجات عند الله على حسب أعمالهم، وهذا معنى صحيح لا يحتاج معه إلى تقدير حذف اللام لو كان سائغا، فكيف وهو غير سائغ؟ وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الإمام أن لا تقدر اللام هنا. يقول أبو حيان ويحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري، يحمل قولهما لكل درجات من الجنة والنار على تفسير المعنى لا على تفسير اللفظ الإعرابي، انتهى كلام أبي حيان. المسألة الثانية هم عائد إلى لفظ من في قوله أفمن اتبع رضوان الله، ولفظ من يفيد الجمع في المعنى، فلهذا صح أن يكون قوله هم عائدا إليه. إذن من يطلق على المفرد وعلى الجمع، يفيد الجمع في المعنى. ونظيره قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فهذا يدل على أن من يفيد معنى الجمع، فإن قوله لا يستوون صيغة الجمع وهو عائد إلى من. وأقول مما يدل على أن لفظ من يفيد الجمع في المعنى قوله تعالى في سورة يونس عليه السلام ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. المسألة الثالثة هم ضمير عائد إلى شيء قد تقدم ذكره،
وقد تقدم ذكر من اتبع رضوان الله وذكر من باء بسخط من الله، فهذا الضمير يحتمل أن يكون عائدا إلى الأول أي إلى من اتبع رضوان الله، أو إلى الثاني إلى من اتبع إلى من باء بسخط من الله، أو الاحتمال الثالث أن يكون عائدا إليهما معا، والاحتمالات ليست إلا هذه الثلاثة. الوجه الأول أن يكون عائدا إلى فمن اتبع رضوان الله، إذن هنا الوجه الأول أن يكون عائدا إلى قوله أفمن اتبع رضوان الله، أن يكون عائدا إلى من اتبع رضوان الله، وتقديره أفمن اتبع رضوان الله سواء، لا بل هم درجات عند الله على حسب أعمالهم، يعني أصحاب الجنة ليسوا في درجة واحدة من الثواب، هناك درجات، والجنة درجات والنار دركات، والله عز وجل قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. إذن يقول التقدير أفمن اتبع رضوان الله سواء، لا بل هم درجات عند الله على حسب أعمالهم، والذي يدل على أن هذا الضمير عائد إلى من اتبع الرضوان وأنه أولى وجوه: الأول أن الغالب في العرف استعمال الدرجات في أهل الثواب والدركات في أهل العقاب، إذن يقول الغالب في العرف أن الدرجات تستعمل في أهل الثواب وأن الدركات تستعمل في أهل العقاب، لهذا قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الثاني أنه تعالى وصف من باء بسخط من الله وهو أن مأواهم جهنم وبئس المصير، فوجب أن يكون قوله هم درجات وصفا لمن اتبع رضوان الله. الثالث أن عادة القرآن في الأكثر جارية بأن ما كان من الثواب والرحمة فإن الله تعالى يضيفه إلى نفسه، وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه، وهذا نقرأه كل يوم: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني لم يقل غير من غضبت عليهم، فلم يضف العقاب والغضب إلى نفسه، هناك قال صراط الذين أنعمت عليهم، أضاف الإنعام إلى نفسه. فيقول الإمام عادة القرآن في الأكثر جارية بأن ما كان من الثواب والرحمة فإن الله عز وجل يضيفه إلى نفسه، وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال كتب عليكم القصاص، وقال كتب عليكم الصيام، فلما أضاف هذه الدرجات إلى نفسه حيث قال هم درجات عند الله، علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب. ورابعها أنه متأكد بقوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والوجه الثاني أن يكون قوله هم درجات عائدا على قوله من باء بسخط من الله، والحجة أن الضمير عائد إلى الأقرب وهو قول الحسن، قال والمراد منه أن أهل النار متفاوتون في مراتب العذاب، وهو كقوله ولكل درجات مما عملوا. الحمد لله. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيها أي في جهنم ضحضاحا وغمرا، وأنا أرجو أن يكون أبو طالب في ضحضاحها. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يحذى له نعلان من نار يغلي من حرهما دماغه، ينادي يا رب وهل أحد يعذب عذابي؟ قلت روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وروى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. الوجه الثالث أن يكون قوله هم عائدا إلى الكل، وذلك لأن درجات أهل الثواب متفاوتة ودركات أهل العقاب أيضا متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق، لأنه تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلما تفاوتت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب. المسألة الرابعة قوله عند الله أي في حكم الله تعالى وعلمه، فهو كما يقال هذه المسألة عند الشافعي كذا وعند أبي حنيفة كذا، أي في مذهب كل منهما وفي علمه. وبهذا يظهر فساد استدلال المشبهة بقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، واستدلالهم بقوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم قال تعالى والله بصير بما يعملون، والمقصود أنه تعالى لما ذكر أنه يوفي لكل أحد جزاءه بقدر عمله، وهذا لا يتم إلا إذا كان عالما بجميع أفعال العباد على التفصيل الخالي عن الظن والريب والحسبان، يقول هذا لا يتم إلا إذا كان عالما بجميع أفعال العباد على التفصيل الخالي عن الظن والريب والحسبان، أتبعه ببيان كونه عالما بالكل تأكيدا لذلك المعنى، وهو قوله والله بصير بما يعملون. وذكر محمد بن إسحاق صاحب المغازي في تأويل قوله وما كان لنبي أن يغل، ذكر وجها آخر، ذكر محمد بن إسحاق وجها آخر في تفسير قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، فقال ما كان لنبي أن يغل أي ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم رغبة في الناس أو رهبة عنهم. ثم قال أفمن اتبع رضوان الله، يعني رجح رضوان الله على رضوان الخلق وسخط الله على سخط الخلق، كمن باء بسخط من الله فرجح سخط الخلق على سخط الله ورضوان الخلق على رضوان الله. ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالى لما قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر بيّن أن ذلك إنما يكون معتبرا إذا كان على وفق الدين، فأما إذا كان على خلاف الدين فإنه غير جائز. فكيف يمكن التسوية بين من اتبع رضوان الله وطاعته وبين من اتبع رضوان الخلق؟ وهذا الذي ذكره محتمل، لأن بينا أن الغلول عبارة عن الخيانة على سبيل الخفية، وأما أن اختصاص هذا اللفظ بالخيانة في الغنيمة فهو عرف حادث. وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية 63 بعد 100، ونقف عند الآية 64 بعد 100، وهي قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.